ونواصل نقاش الذكرى الأولى لاندلاع ثورة تشرين وبيان هيئة علماء المسلمين في العراق حول هذه الذكرى. لتفاصيل حول هذا البيان ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الدكتور ثامر العلواني المقرر السياسي في هيئة علماء المسلمين. أهلا بكم دكتور. حياكم الله أختي الكريم. في مثل هذا اليوم وقبل عام مضى انطلقت ثورة تشرين، وانطلاقا من البيان الذي أصدرتموه في الهيئة بهذه المناسبة، كيف يمكن تقييم عام من الحراك الشعبي وإنجازاته والتحديات التي واجهها؟ بداية، كان بيان الهيئة اليوم هو جاء لتهنئة الثوار على صمودهم واستمرارهم في المطالبة بالحقوق، حقوق الشعب العراقي المسلوبة من قبل الأحزاب السياسية التي جاء بها الاحتلال وسلطها على رقاب العراقيين. فالشعب لم يختر هذه الوجوه في الأساس، وإنما الاحتلال جاء بهم وعينهم ليكونوا أداة بيده يحركهم كيفما يشاء ووقت ما يريد. وهذا ما حصل تماما منذ قدوم الاحتلال، وأكثر شيء هو حاول الاحتلال ترسيخه وقامت إيران بدعمه واستمراره هو خلق الفتنة الطائفية بين الشعب العراقي، واستطاعوا على مر السنين الماضية تمرير مخططاتهم الخبيثة التي تهدف إلى زرع الفتنة الطائفية من أجل الاقتتال بين مكونات الشعب وأطياف الشعب العراقي، ونجحوا بهذه الخطة الخبيثة إلى حد كبير، لأنهم يعلمون تماما أنهم لا يمكن أن يستمروا في الحكم إلا بهذه الطريقة. ولما جاءت ثورة تشرين بشبابها الواعي والذي يفهم أساس المشكلة في العراق، أول شيء قام به هؤلاء الثوار هو قبر الطائفية في ساحة التحرير والمطالبة بإسقاط النظام السياسي الفاسد في العراق، وهذه كانت الضربة القاسمة للعملية السياسية وأحزاب السلطة الفاسدة. ولذلك كان بيان الهيئة اليوم هو الإشادة بشباب الثورة، لأنهم خلقوا الأمل في نفوس العراقيين في محاولة استعادة العراق من هذه الزمرة الفاسدة والتي جرت العراق إلى الخراب والدمار. في نفس السياق بالحديث عن نبذة طائفية سمة التي اتسم بها الحراك الشعبي السلمي منذ بدايته في المجتمع العراقي، وكل المطالب التي رفعها كانت تصب في هذه السمة، ما مدى أهمية ذلك لتحقيق الوحدة الوطنية والنهوض بعراق واحد بكل تنوعه لكن يبقى واحدا؟ بيان الهيئة اليوم أشار إلى أن عدالة القضية العراقية وأحقية المطالب التي نادى بها الثوار والإيمان والقناعة الكاملة بأن الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق منذ احتلاله عام 2003 تعاملت مع الشعب العراقي على أنه عدو ويجب أن يعاقبوه لكي يرضخوا الشعب العراقي لرغبات السياسيين الموالين للاحتلالين الأمريكي والإيراني. وأفضل ما يمكن إشغال الشعوب به هو الفتنة والصراعات الطائفية والعرقية، وهذا ما مارسته الحكومة والأحزاب على مر السنين الماضية. هم ينعمون، الأحزاب السياسية وشخصياتهم ينعمون بثروات وخيرات العراق، والشعب العراقي يعاني الحرمان، يعاني الألم، يعاني المآسي، لا يوجد تعليم، لا نظام صحي، لا اقتصاد. يمكن أن نقول دمار العراق واضح ولا يحتاج إلى استدلال، لأنك لو سألت أي شاب عراقي مسن، شيخ، امرأة، لوجدت أن الشعب يعيش في جحيم مستمر بسبب الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق. ولما جاءت هذه الثورة ضربت النقطة الأساسية التي يحاول الأحزاب السلطة أن يمرروها على الشعب العراقي، وعندما ضربت الطائفية والأحزاب كان شعار هذه المظاهرات والثورة هو استعادة العراق، وبذلك يعني وأد الطائفية التي جاء بها الاحتلال. حثت الهيئة في بيانها أيضا الشباب العراقي للالتفاف على القوى الوطنية الرافضة للعملية السياسية وعدم التنازل، ما مدى أهمية اتحاد القوى المناهضة للفساد لتحقيق مطالب ثورة تشرين؟ اليوم بيان الهيئة طبعا وجه دعوة واضحة وصريحة، وهي نصيحة من جهة مارست العمل السياسي والثبات على الموقف، وقد نجحت الهيئة إلى حد كبير في الثبات على موقفها وما أرادت أن توصله إلى الشعب العراقي منذ سنوات.
فالنصيحة هي على الثوار الاستمرار بالضغط الجماهيري والمطالبة بالحقوق المسلوبة واستعادة العراق من الفاسدين والخروج من التبعية الإيرانية والأمريكية. وأيضا لا بد من الاستفادة من الجهات والقوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية في العراق، لأنهم يعلمون تماما منذ الوهلة الأولى أن النظام القائم في العراق هو جاء لتدمير العراق، لتفتيت العراق، فلا بد من الالتفات حولهم وعلى الشعب العراقي أن لا يترك ثواره، أن لا يترك الناشطين، أن لا يترك المتظاهرين، وهذه القوى تحارب الفاسدين وحدهم، وإنما لا بد من الدعم والوقوف خلف المتظاهرين والقوى التي تسعى إلى خلاص العراق، وهذا لا يتحقق إلا بالاستمرار بالمطالب بجميع الحقوق وعدم الانخداع بتحصيل بعض المطالب والمكاسب التي يحاول السياسيون والحكومة الحالية أن تعطيها المتظاهرين بحجة أنها تستجيب لمطالبهم. شكرا جزيلا لكم الدكتور ثامر العلواني المقرر السياسي في هيئة العلماء المسلمين في العراق، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.